تقول تطلبك الدعاء يا شيخ، تقول تدعو لها ولبناتها خريجات وتدعي لهم بالوظائف يا رب، وتدعي لبنتها بالشفاء. اللهم سددهم ووفقهم، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج. اللهم وفقهم، نسألك لهم من فضلك ومن رحمتك، اكفهم بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سواك. اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سواك، اعطهم ولا تحرمهم يا رب العالمين. آمين. كذلك عندنا الأخت، ما أعرف الله اسمها، مو بواضح، تبرعت تقول بنية أحمد الشمري، استاهل أحمد. وش تقول لها يا أحمد؟ ما هي مو بحاطة اسم، أرسلت الحوالة. الله يجزاه خير ويبيض وجهه يرحم والدينا. الله يرضى عنك. إحدى الأخوات اسمها فاطمة العسيري تقول للشيخ ادعي لي، تبرعت الشيخ تدعو لها بالشفاء، وتقول يعلم الله اني ما املك شيء، حبيت اتبرع عني عن اهلي وادعوا لي بالشفاء انا وبيت. تبرعت اللي عندها في الصرافه، فايش تقول لها شيخ؟ يا عزيز اسال الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافيه، وان يخلف عليها ما انفقت، وان يبارك لها في عمرها وصحتها وعافيتها ومالها. اللهم اعطيها يا الله، ارزقها يا رب. اللهم إنا نسألك لها من فضلك ومن رحمتك، اكفها بحلالك عن حرامك، اعطها من العيش أرقدها من العمر يا سعد. احدى الاخوات اسمها تهاني تبرعت عن محمد ناصر، عسى الله يتقبلها يا رب. كذلك عندنا اشواق تقول السلام عليكم، تم التحويل لهذا الوقف، ادعوا لامي بالشفاء، عندها غده، عسى الله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم امين، عسى الله يشفيها اخت اشواق. اللهم شافي وعافيها رب العالمين، اللهم اخرج ما اذاها ما المها ما احزنها ما ابكاها، اجعل ارزقها الشفاء العاجل يا رب العالمين. اللهم اعطها من الصحه تمامها والعافيه دوامها. امين امين امين. طيب عندنا الاخت العنود كذلك تبرعت، تقول تبرعت بما تبقى لدي، هذه قلتها اظن، ارسلت هنا وارسلت في السناب، الله يوفق اخت العنود. طيب كذلك عندنا من التبرع، هذه بمنزلة من أنفقت ما لها كله. أي نعم. عند الله بمنزلة من أنفقت ما لها كله. الأخت عيدة تبرع من أم مبارك عنها وعن ذريتها، تطلب من الشيخ الدعاء لها بالخير. اللهم أعطيها من الخير عجلة، اللهم أعطيها من الخير عجلة. اللهم إنا نسألك لها الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. اللهم اعطها ولا تحرمها، زدها ولا تنقصها. اللهم اعطها من العيش ارغده من العمر اسعده من الرزق اوسعه. اللهم انا نسالك لك لها من فضلك ومن رحمتك، فانه لا يملك ذلك الا انت. اللهم اكفها بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم اجعلها من السعداء واحفظها من الشقاء واللاواء والضراء، واجعلها في صحه ونعماء. احفظهم يا الله، احفظ كل هذه الليله، كل منفق، كل متصدق، شباب هذه الليله، اصحاب اهل هذه القناه واهلها. اللهم وبلادنا واهلنا ولاة امرنا، اللهم احفظنا من العائنين الحاسدين الحاقدين الناقدين الناقمين، اجمعنا ولا تفرقنا، واحدنا ولا تمزقنا. اللهم انا نسالك ان تحفظ جندنا على الحدود. اللهم احفظ جندنا على الحدود. اللهم قوي عزائمهم، سدد رميهم، من ارادهم بسوء صرفه عنهم. اللهم من مات منهم فاكتبه عندك شهيدا، واجعله في قبره سعيدا، واخلف على اهله عيشا رغيدا. اللهم إنا نسألك أن تؤمنهم، سلمهم يا رب العالمين، اجعلهم في أمانك وضمانك. احفظ بلادنا، احفظ قادتنا قيادتنا ولاة أمرنا. اللهم من أراد شبابنا وشاباتنا بسوء اصرفهم عنا. اللهم إنا نسألك أن لا تدع شابا ولا شابة عزبا إلا زوجته، فقيرا إلا أغنيته، ضعيفا إلا قويته، مريضا إلا شفيته، مبتلا إلا عافيته، بعيدا إلا قربته، عاقا ضالا إلا هديته. آمين. أسعدك الله شيخنا. بقية التبرعات أعدكم بإذن الله في الحلقات القادمة إن شاء الله أني أقولها، لأنه خلاص والله الوقت ما عاد أقدر أني أزيد أكثر من كذا. شكرا لك يا أبو يارا على تمديد الفقرة، ما قصرت، الله يبيض وجهك. الله يجزاه خير أبو يارا. سامي له من اسمه نصيب بإذن الله، سامي في تعامله، سامي في أخلاقه، وعبد العزيز كذلك، نسأل الله يعزه في الدنيا والآخرة ويحفظ بيته. يعني حقيقة هنيئا لكم، والله ما أقولها عشان بوديني المطار، لا والله عبد العزيز آية، آية في الأدب، آية في الأخلاق، آية في التعامل. وأنا يوم يكلمني حقيقة يبدأ معايا مقدمة، أستحي أن أقول له لا أبدا، سامحني راقي راقي،
أسأل الله لمن رباك أن يجعل ذلك في موازين حسنات. عظيم التربية، عظيم الأخلاق، عظيم. نسأل الله أن يكون له أثر على بيته وأهله. الله يرضى عنك، من خير مما تظنون. كذلك أنتم، أنا أقسم وأجزم، أقسم وأجزم يقينا أن وراءكم تربية عظيمة، وراءكم آباء وأمهات عظماء، عظماء. نسأل الله تعالى أن يجزهم عنكم خير الجزاء. اللهم اجزي آباءهم وأمهاتهم خير الجزاء. من كان منهم مريضا فشافه، من كان منهم مبتلا عافه، من كان منهم فقيرا فأغنه، من كان. الله تقبل دعواتك. وصلنا للختام، والجميل والنافع والماتع، عسى ربي يتقبل منا ومنكم. الله يجعلنا وياكم من يسمع القول فيتبع أحسنه، وحسبنا جميعا من القلادة ما أحاط بالعنق. نقول يا إخواني، استمروا في تبرعاتكم، استمروا في عطائكم وبذلكم إحسانكم، اللي بينفرح المستفيدين بإغلاق هذا الوقف العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أتصور يا عبد العزيز إن راح في المطار تتصل بتقول لي ترى قفل. بإذن الله. وأنا جالس على الكرسي أنتظر الإعلان عن الرحلة، فإذا بعد زي يعلن عن. أبشر. بإذن الواحد الأحد. ودعناكم الله جميعا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكم الله خير. ما قصرت على مع الأرواح وتصير في روح، والعطاء والخير هذا محله، دامت الأعمال تكتب على اللوح. ابتدينا واتكلنا على الله، ابتدينا واتكلنا على الله. كلنا بالروح والمال بيروح، والحضيض اللي ملي سجله، ما نقص مال على الخير مسموح، وعد من ربي يضع